بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة البقرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالله سبحانه قد علم ما يحدث في خلقه إلى يوم القيامة. نعم. ومع هذا أمر بطاعة رسوله الذي أقرتم به، وأنتم تشهدون أنه قال. نعم. فإذا بان لك أن الأولى في الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك، وأن الثانية في الأمر بلزوم السنة والنهي عن البدعة. أعد. فإذا بان لك أن الأولى في الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك، وأن الثانية في الأمر بلزوم السنة والنهي عن البدعة، بان لك أن هذا هو تقرير القاعدتين اللتين عليهما مدار الدين، وهما: لا يعبد إلا الله، والثانية: لا يعبد إلا بما شرع. نعم. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا فيه الرد على اليهود والنصارى والقبوريين من هذه الأمة الذين يعبدون القبور. فالله جل وعلا قال: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. الله جل وعلا قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وأنتم تقولون إن إبراهيم كان يهوديا، وكذلك النصارى قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا. فأي القولين، قول الله أو قول اليهود والنصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ لا شك أنهم سيقولون الله، الله أعلم. ما دام أن الله أعلم منكم، قد أخبر أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وكذلك الأنبياء من ذريته كانوا على دينه وعلى ملته، ما كانوا يهودا ولا نصارى. فإذا انفلجوا بهذا وعلموا أن إبراهيم ومن بعده من الأنبياء ما كانوا هودا ولا نصارى، الله جل وعلا قال: أمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. إذن شهدتم أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصراني، وشهدتم أن من جاء بعده من الأنبياء لم يكونوا يهودا ولا نصارى، فيجب أن تشهدوا بهذا. فإن لم تشهدوا فأنتم كاتمون للشهادة، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل، هذا وعيد، وما الله بغافل عما تعملون، هذا وعيد لهم. في الآية الثانية يقول سبحانه في ختامها: ونحن له، نحن أي المسلمون، نحن له مخلصون،
أما أنتم فإنكم أشركتم بالله عز وجل، لم تخلصوا لله، تعبدون المسيح، تعبدون عزيرا، تعبدون صالحيكم، وتبنون على قبورهم، تبنون على قبورهم. اليهود يبنون إذا مات فيهم الرجل الصالح، كذلك النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فهذا دين اليهود والنصارى، عبادة غير الله. كذلك القبوريون من هذه الأمة يعبدون الأولياء والصالحين، والدين هو الإخلاص لله عز وجل، ونحن له مخلصون في عبادتنا. هذا فيه البراءة من دين اليهود والنصارى، والبراءة من دين القبوريين والوثنيين. هذا من ناحية العقيدة. من ناحية العمل، فالواجب اتباع السنة التي جاء بها الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، أن نعبد الله على موجب ما جاء في السنة لا على البدع والمحدثات. نحن نعمل بالسنة وأنتم تعملون بالبدع، أي الفريقين أهدى سبيلا؟ أهل السنة والاتباع أم أهل البدعة والابتداع؟ فيخاصمون بهذه الآيات. نعم. فالأولى قوله إنما الأعمال بالنيات. نعم. والثانية قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، هذا فيه الإخلاص، أن يخلص العبد نيته لله، لا يكون فيها ريا ولا سمعة ولا شرك. والأمر الثاني أن يتجنب الإحداث في الدين والبدع، من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث تدل على أنه يجب على المسلم أن يعبد الله على ما جاء به الرسول، لا على ما فعله فلان أو فلان، بل الواجب العمل بالسنة التي جاء بها الرسول، وهي حاكمة على ما يفعله الناس بالتصحيح أو بالإبطال. وكل عمل يخالف السنة فهو باطل، وكل عمل يوافق السنة إنه عمل صحيح. عندنا ميزان، ما يحتاج، عندنا ميزان وهو الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نحكم بالأهوى أو بالتقليد، وإنما نحكم باتباع الكتاب والسنة. نعم. فإن كان المحاج لا يقر ببعض ذلك بل أنكر شيئا من تفاصيل ما ذكرنا، فهي المسألة الرابعة، وهي قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. أدام عرفتم أن العبادة لا تكون إلا لله، وعرفتم أنها لا تكون عبادة صحيحة إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمتم هذا، يجب أن تقروا به، فإن لم يقروا به فقد كتموا الشهادة التي يعلمونها. ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، لا أحد أظلم، لأنه يجحد الحق ويغطي الحقيقة من أجل اتباع هواه، أو من أجل التستر على بدعته، أو من أجل
تعظيم متبوعه أو غير ذلك، هذا كتمان للشهادة. نعم. فإذا كان هذا في الكاتم مع المحبة وتمنى ظهوره ولكن أحب الدنيا عليه، فكيف بالكاتم المبغض؟ كيف بالكاتم المبغض؟ إذا كان هذا في الذي يكتم الشهادة وهو يعتقد أنها حق ويعتقد ويحبها ولكن كتمها لأجل هوى أو لأجل طمع دنيا، وقد قال الله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فكيف بالذي يكتم الشهادة لأنه يبغض الحق ولا يريد أن الحق يظهر، يبغض الحق. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هذا أشد والعياذ بالله. نعم. فإن كان يدعي أنه لم يفعل ذلك وأنه تابع لهذا الحق لكنه يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون مع معرفتك أنه كاذب، فهي المسألة الخامسة، وهي أن تقول له: وما الله بغافل عما تعملون. نعم. إذا لجأ إلى التمويه قال: أنا أعرف أن هذا حق وأنه وأنا أعمل به في نفسي، ولكني لا أظهر هذا لأني أخاف من الناس ومن الأولياء والصالحين، وأخاف منهم، فأنا أكتم إيماني مثل ما إن مؤمن آل فرعون كتم إيمانه. طيب، هل حالتك مثل حالة مؤمن آل فرعون؟ حالتك ما هي مثل حالة مؤمن آل فرعون، هذا قياس باطل. حالة مؤمن آل فرعون هذه حالة خاصة، لأن موسى عليه السلام ما بعد ظهر أمره في أول دعوته ولا ظهر أمره، فلما هموا أن يقتلوه قال هذا الرجل المؤمن: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فهذا في بداية أمر موسى عليه السلام، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ كلكم تقولون ربنا الله، ما أحد يجحد هذا. لكن موسى عليه السلام دعا إلى عبادة الله، دعاكم إلى عبادة الله وإخلاص الدين له، ما قال إلا حقا. فإن كان وادعى أنه رسول الله، إن كان كاذبا في دعواه الرسالة فحسابه على نفسه، لكن هو بلغكم الحق، فمن قال كلمة الحق يقبل منه، ولا ننظر إلى حاله هل هو صادق فيها أو غير صادق، كلمة الحق تقبل. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كلمة الحق من اليهودي الذي جاء إلى الرسول وقال: إنكم تشركون. كيف نشرك؟ تقولون والكعبة، يعني تحلفون بغير الله، تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا وقال لأصحابه: قولوا ورب الكعبة وقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. عدل هذا، قبل الحق، ما كابر وقال: أنت يهودي وأنت. موسى عليه السلام من هذا القبيل، فإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعده. لا تنظر إلى اللي قال الكلام هذا، انظر إلى الكلام نفسه، هل هو حق ولا باطل؟ إن كان حقا يجب عليك أن تقبله،
وإن كان الذي قاله عدو أو كافر، اقبل الحق. الحق ضالة المؤمن، أين وجده أخذه. فكيف إذا كان الحق، إذا كان الذي قال الحق رسول من رسل الله، أو كان عالما من علماء المسلمين، كيف لا يقبل منه الحق؟ من أجل الهوى، من أجل الدنيا، من أجل الخوف من الناس، من كل هذه ليست مبررات لرد الحق. نعم. فإن أقر بهذا كله ولكنه استروح إلى أنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم جيرانه، أو غير ذلك أو من الأسباب، أو أنه استروح، اقرأ، إلى أنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم جيرانه، ها؟ أو أنهم جيرانه، ها؟ جيرانه، جيرانه، نعم، جار يعني، نعم، إيه، لأن بعض الخرافيين وبعض القبوريين يقول أنا ما علي، لو أذنبت، لو عملت أي شيء، أنا من قرابة الرسول، أنا من أهل البيت، يكفيني أني من أهل البيت، أنا من أهل الجنة لأني من قرابة الرسول ومن أهل البيت. طيب، هذا ما ينفعك أنك من أهل البيت وأنت تشرك بالله عز وجل، أو ما تعمل شيء، معطل من العمل، ما ينفعك هذا، قرابتك من أهل البيت. هذا أبو طالب الذي أحسن إلى الرسول ومنعه من أذى الكفار، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، حاول أنه يسلم قبل الموت، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقولها، أبى أن يقولها حمية، مع أنه يعرف أنه حق، لكن حمية لدين الجاهلية، خوفا على أبيه وعلى أمته، على قبيلته، أن يسبوا، وأن فهو آثر والعياذ بالله الحمية الجاهلية على قبول الحق، ومات على الكفر. أبى أن يقول لا، قال هو على ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب ما هي؟ الوثنية. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ما نفعه كونه عم الرسول، ولا كونه دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نفعه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما قال صلى الله عليه وسلم لما مات عمه لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، قال الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، شوف، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه ما تعلمون، تبت يدا أبي لهب وتب، ما نفعه أنه عم الرسول ومن قرابة الرسول، ما نفعه ذلك. ليست القرابة وحدها تكفي، القرابة مع الدين نعم، أما القرابة من دون دين فلا قيمة لها ولا تنفع صاحبها. أعمام الرسول في النار، أبوه في النار، كل المشركين من قريش ومن بني هاشم كلهم في النار، ما نفعهم أنهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمدار على العمل، ما هو بالمدار على النسب، المدار على العمل. والله جل وعلا لا ينظر إلى الأنساب، ينظر إلى الأعمال. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالذين يعتمدون على أنهم من أهل البيت وأنهم لا يعذبون، وأنهم يعتمدون على هباء، يعتمدون على هباء، على جرف نهار لا قيمة له،
يجب يتنبه لهذا، أن القرابة من الرسول وحدها لا تكفي، لا بد معها من العمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ماذا فعل؟ صعد على الصفا ثم نادى، اجتمعت عليه أعمامه وأقاربه فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. كيف يجي واحد يقول أنا يكفي أني من قرابة الرسول؟ والله جل وعلا أمر نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين، ينذرهم من إيش؟ من الشرك ومن الكفر، وأن يدخلوا في الإسلام، وإلا ما ينفعهم أنهم أعمام الرسول أو عمات الرسول أو حتى بنت الرسول، ما ينفع هذا. طيب، هذا إبراهيم عليه السلام أبوه مات على الشرك والوثنية، صار من أهل النار، ولم يملك له إبراهيم شيئا، خليل الله ما ملك له شيئا وهو أبوه. نوح عليه السلام ابنه صار مع الكفار وهلك معهم، ولم يملك له نوح من الله شيئا، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة عامل غير صالح. فالقرابة من الأنبياء لا تنفع إلا مع العمل، مع العمل الصالح والاستقامة على دين الله عز وجل. وما في شك أن أقارب الرسول المؤمنون لهم ميزة على غيرهم، لكن ما يعتمد على هذا وحده فقط. نعم. أو غير ذلك من الأسباب. نعم. مثل مدحه الإمام الذي ينتسب إليه. نعم. أو أصحابه. مثل مدحه الإمام الذي ينتسب إليه أو أصحابه. يعني ما ينفع أنك تقول أنا أتبع الإمام فلان التقي النزيه، أنا أتبع أبا حنيفة الإمام العابد التقي، أنا أتبع الشافعي، أنا أتبع مالك، أنا أتبع أحمد بن حنبل، ما ينفع هذا. لا، مدحك للإمام ما ينفع، كل سيسأل عن عمله، ما ينفعك عمل الإمام، وإن كان الإمام إماما وعالما وتقيا ما ينفعك أنك تنتسب إلى مذهبه، تقول أنا حنفي، أنا مالكي، أنا شافعي، أنا حنبلي، ما ينفعك هذا. ولو كان إمامك الذي تنتسب إليه بالمرتبة العالية عند الله عز وجل. ومر بكم قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فما كسبهم لهم وكسبك أنت لك، ما ينفعونك بعملهم، تقواهم، عبادتهم، ما ينفعونك بها. التعلق بالصالحين لا يجوز التعلق بهم، والاكتفاء بأنك تتبعهم وأنك من أتباعهم ما يكفي هذا حتى تستقيم على دين الله عز وجل. نعم. فهي المسألة السادسة، وهي قوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني ما ينفع الانتساب إلى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من دون عمل، لا ينفع الانتساب إلى الصالحين والأئمة من دون عمل. تلك أمة قد خلت، فيهم الأنبياء والصالحون، تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت، عملها لها ما هو لك، عملها لا،
ولكم ما كسبتم، مالك إلا عملك. فانتبه لهذا، اترك الانتماءات واترك التبعية واترك الانتساب إلى الرسول، انظر بعملك ما هو، هل هو صحيح ولا ما هو صحيح، مالك غيره أبدا. نعم. قال رحمه الله: ذكر بعض ما في قوله تعالى: قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، إلى قوله يعملون، من بيان الحق وإبطال الباطل. نعم. الأولى: إذا كانت المحاجة في الله سبحانه من أقرب ما يكون إليه من المختلفين في مسألة التوحيد. نعم. وبيان ذلك بمعرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليه، ومعرفة حالنا وحالكم في المسألة، وذلك أننا مجمعون على استوائنا وإياكم في العبودية بخلاف ملوك الدنيا، فإن بعض الناس يكون أقرب إليهم من بعض بالقرابة وغيرها، ونحن مجمعون أيضا أنه لا يظلم أحدا من عبيده، بل كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، نحن متفقون، نحن واليهود والنصارى والقبوريون وكل مخلوق متفقون أن الله ربنا وربكم، الربوبية كل يعترف بها، أن الله ربنا رب الجميع، وهذا لا يكفي، متفقون على أن الله رب الجميع. طيب ماذا عملنا؟ ننظر في عملنا الذي يقربنا إلى هذا الرب، أو عملنا الذي يباعدنا من هذا الرب. هذا هو المقصود، وهذا هو توحيد الألوهية. فنحن نقر أنه ربنا وأخلصنا له العبادة، أما أنتم إقررتم أنه ربكم وأشركتم في عبادته، أشركتم في عبادته. توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينفع، حتى ينضم إليه توحيد الألوهية، ونحن له عابدون. نعم. ولا تحاجوننا في الله وربنا وربه، ولنا أعمالنا، انتبه لهذا، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون، أما أنتم فأنتم مشركون به، ومع هذا تدعون لأنفسكم النجاة كمان، وأنكم معترفين بالربوبية. ما يكفي هذا، اعترف بها المشركون، اعترف بها أبو جهل وأبو لهب بالربوبية، ولم ينفعهما لما لم يعبدوا الله عز وجل. نعم. ونحن مجمعون أيضا أنه لا يظلم أحدا من عبيده. الله لا يظلم أحدا، لا يعذب المطيع، لا يعذب المطيع ولا ينعم العاصي، ما يجزي أحد إلا بعمله، هذا عدل من الله جل وعلا. أما لو أنه عذب المطيعين وأكرم الكافرين يكون هذا جور من الله وظلم، والله منزه عن الظلم. نعم. فالجزاء إنما هو على العمل. نعم. بل كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم. بخلاف ملوك الدنيا فإنهم يأخذون مال هذا ويعطونه هذا. بخلاف ملوك الدنيا فهم يظلمون، يأخذون ملك الإنسان النزيه الذي حصل على الكسب من طريق طيب ويعطونه للظلمة. ملوك الدنيا عندهم الجور، يميلون مع من يحبون ومن يخدمهم ومن يقوم بمصالحهم، ما عندهم عدل إلا ما شاء الله، إلا من رحم الله منهم. أما الرب جل وعلا فإنه لا يظلم أبدا، لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
فإذا كان الأمر كذلك فكيف تدعون أنكم أولى بالله منا ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون؟ هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مقر، نحن وأنتم مقرون أنه ربنا، ولكن نحن له مخلصون في العبادة وأنتم مشركون في العبادة، فهل ينفعكم أنكم تعترفون أنه ربكم؟ لا، يكفي هذا. نعم. وكيف يظن به أنه يساوي بين من قصده وحده لا شريك له ومن قصد غيره وأعرض عنه؟ كيف يساوي بين المشرك والموحد؟ كيف يساوي بين المؤمن والكافر؟ لا يساوي بينهم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ الله جل وعلا لا يجعل أصحاب السيئات مثل أصحاب الأعمال الصالحة، هذا جور وظلم من الله لا ينزه عنه سبحانه وتعالى. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا ما يليق بالله عز وجل، ما يليق أبدا بالله عز وجل وبحكمته وعدله سبحانه وتعالى، إلا أن يجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. وهل يظن عاقل أو سفيه برجل من بني آدم خصوصا إذا كان كريما أن من قصده وضاف عنده يكرهه ولا يضيفه ويخص بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض عنه وضاف عند غيره مع استواء الجميع في القرب منه والبعد؟ هذا لا يليق، هذا لا يليق ببني آدم الكريم، من بني آدم لا يكرم من أعرض عنه قاطعه ويهين من ضافه، من ضافه، بل يكرم من ضافه ومن اتصل به، وأما من لم يتصل به وابتعد عنه وأعرض عنه فإنه لا يكرمه، لو عكس لعده الناس سفيها أو ظالما. كيف يكرم من أعرض عنه ويهين من أقبل عليه وصار ضيفا عنده؟ إذا كان هذا في بني آدم فكيف بالله جل وعلا الذي هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين؟ نعم. هذا لا يظن في الآدمي، فكيف يظن برب العالمين؟ كيف يظن برب العالمين أنه يكرم أهل الكفر والشرك بسبب أنسابهم أو بسبب قرابتهم من الأنبياء مع كفرهم ونفاقهم، ويهين الطائعين المستجيبين لله ولرسله؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. فتبين بقضية العقل أن ما جاءت به الرسل من الإخلاص هو الموافق للعقل، وما فعل المشركون هو العجاب المخالف للعقل. نعم، تبين من هذا أن ما فعله المشركون مخالف للعقل، يكفرون بالله ويشركون ويريدون من الله أن يكرمهم وأن يضيع أعمال المطيعين والمؤمنين، هذا سوء ظن بالله عز وجل، هذا سوء ظن بالله عز وجل. ولهذا يقول الله للكفار في نار جهنم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم، ظننتم أن الله لا يعذبكم وإن فعلتم ما فعلتم من الكفر والشرك، هذا سوء ظن بالله. نعم.
فيا لها من حجة ما أعظمها وأبينها، لكن لمن فهمها كما ينبغي. أي نعم، الحجج وما يعقلها إلا العالم، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أما غير العالمين فلا يعقلونها ولا ينتفعون بها. نعم. نأخذ آية ثانية. نعم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. يكفي. كان في أسئلة؟ إن كان في أسئلة نعرضها، لأن عندي موعد الآن. نعم. يعني وقفنا على الآيات من آل عمران. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي الشيخ ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: أحد الدعاة سافر إلى أحد البلدان ومر بأحد القبور التي يطوف حولها الناس، ومن باب حب الاستطلاع دخل مكان القبر، ولما أراد الرجوع لم يستطع لأن باب الخروج من جهة أخرى، فأجبر أن يمشي مع الناس حتى الباب الآخر، وهذا يعني أنه قد أجبر على الطواف بالقبر من غير قصد، فما حكم عمله هذا وهل يعد شركا أكبر؟ لا، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، والأعمال بالنيات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يمشي لأجل يخرج، ما هو يمشي لأجل يطوف بالقبر أو يعظم القبر، لكن هو أخطأ في كونه يذهب وما يعرف الطريق، أخطأ في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل صحيح ما ذكره بعض المفسرين من أن مؤمن آل فرعون هو ذو القرنين الذي ورد ذكره في سورة الكهف؟ هذا خلط بين ذي القرنين وبين مؤمن آل فرعون. وهل هم متعاصرون؟ لا يجوز الكلام في كتاب الله بغير علم، تفسيره بغير علم. مثل ما يقول بعضهم إن المسيح الدجال هو السامري الذي عمل العجل لبني إسرائيل، وش يدريه عن هذا؟ منين جاب هالكلام هذا؟ نعم، لا يجوز التخرص في كتاب الله عز وجل. نعم، ذو القرنين مسلم، ومؤمن آل فرعون أيضا مسلم، كل منهما مسلم، لكن مش يجيب هذا لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من توفي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فما يكون حكمه؟ حكمه حكم أهل الفترة، حكم أهل الفترة، ولكن أهل الفترة عندهم من آثار الرسالات السابقة، عندهم بعضهم مسيحيين على دين المسيح، عندهم من وعندهم من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، ولذلك يحجون البيت، هذا من دين إبراهيم، ويقفون بعرفة، من بقايا دين إبراهيم، لكن خلطوها بالشرك، خلطوها بالشرك، فهم الظاهر والله أعلم أن أمرهم إلى الله، لكن ما نحكم بإسلامهم وهم يعبدون الأصنام والأوثان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاء على الأبناء، نعم، فهل إذا غضبت على ابني وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، هل هذا يعتبر دعاء عليه؟ نعم، هذا معناه التحسب عليه، أن الله يكفيك، حسبنا الله يعني الله كافينا، يعني يكفيك شر هذا الولد. ينبغي هذا، ينبغي أنك تمسك لسانك وتصبر على ما يصدر من الولد من الأمور المكدرة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: بعد أن انتهيت من العمرة أخذت من بعض شعر رأسي ولبست الثوب، فهل علي شيء؟
إذا كانت العمرة قريبة عليك أن تعيد ملابس الإحرام وتكمل التقصير. أما إذا كانت العمرة بعيدة وحصل منك ما حصل من محظورات الإحرام الكثيرة وربما الجماع، فعلى مذهب من يرى أن أخذ بعض شعر الرأس يكفي، يعني نقول إن شاء الله المرة الثانية تكمل، إذا اعتمرت ثانية تكمل القص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد أدائي لصلاة المغرب وجدت شخصا آخر يصلي المغرب منفردا، فأحببت أن أتصدق عليه بالصلاة معه، هل إذا سلم أسلم معه أو أزيد ركعة الرابعة؟ لا أعلم لهذا دليلا أنك تكمل الرابعة، تصلي معه حتى يسلم وتسلم معه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تأخرت في السجود إلى أن رفع الإمام، هل أسجد أم أعيد الركعة كاملة؟ اسجد بعده، إذا كنت متعمدا بطلت الركعة، تأتي بعد ما يسلم الإمام بركعة كاملة. أما إذا كنت ما أنت متعمد وتنبهت تركع بعده أو تسجد بعده ثم تلحق به ويكفي هذا والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: شخص من الرياض يريد الذهاب إلى جدة يوم 27 من هذا الشهر ويبقى إلى أن يعلن دخول شهر رمضان، فإذا أعلن فسوف يذهب لأداء العمرة، والسؤال: من أين يحرم، من جدة أم من ميقات السيل؟ من ميقات السيل يرجع له ويحرم منه، لأنه تعداه وهو يريد العمرة، يلزمه الرجوع والإحرام منه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أما لو كان راح إلى جدة وما نوى عمره أو متردد ثم عزم من جدة يحرم من المكان الذي نوى منه من جدة. نعم. يقول السائل: في إحدى الصلوات قلت سمع الله لمن حمده بدلا من التكبير، فانتبهت فأتيت بالتكبير مباشرة، فهل يجب علي سجود السهو أم إيش؟ إيش؟ يقول: في إحدى الصلوات قلت سمع الله لمن حمده بدلا من التكبير. في أي موضع قال سمع الله لمن حمده؟ أعتقد أنه في السجود، لأنه يقول: فانتبهت فأتيت بالتكبير مباشرة. خلاص، ما دام جاء بالتكبير هذا قول مشروع أتى به في غير موضعه فلا يخل بالصلاة. نعم. وأتى بالتكبير. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم التطوع بالصيام بعد 15 من شعبان؟ والله في الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إذا كان بادي من أول الشهر لا بأس، لو جاء النصف يصوم بعد النصف ما يخالف، يواصل الصيام. ما إنه ما بدأ إلا بعد منتصف الشهر هذا فيه الحديث، يعني لا، إذا انتصف. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصدقة عن الميت وتلاوة القرآن عنه والعمرة عنه وبناء المساجد عنه، هل يصل له ثواب ذلك؟ كله جائز إلا تلاوة القرآن. تلاوة القرآن عن الميت، تلاوة القرآن عمل بدني ما تدخله النيابة، أما العمرة، أما بناء المسجد، أما الأعمال الصالحة الأخرى ويجعل ثوابها للميت لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض القنوات ستعرض في رمضان مسلسلا تجسيديا عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه شخصيات أيضا تمثل دور الصحابة وزوجة عمر، فما حكم مشاهدة هذه التمثيليات، وهل من توجيه لأصحاب الفضيلة العلماء حول ذلك؟ أصحاب الفضيلة العلماء أصدروا قرارات بمنع هذه المسلسلات التي فيها تمثيل الصحابة، أصدروا قرارات من مختلف العالم الإسلامي، المجامع الفقهية والندوات العلمية أصدروا قرارات بمنع هذا، ولكن هؤلاء المحترفون أو يدخل فيهم من المبتدعة ويدخل فيهم
ممن يبغضون الصحابة يريدون أن يسترزقوا بهذه المسلسلات، ولا عليهم من التحليل والتحريم. هؤلاء حسيبهم الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يجوز للمسلم أن يرضى بها ولا أن يشاهدها وهو يعلم أنها حرام، لا يجوز له يشاهدها، لأنه إذا شاهدها أقر الباطل. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا سبقت الإمام في الصلاة من غير عمد هل علي إعادة الركعة؟ إذا سبقت الإمام في الصلاة من غير عمد، إذا سمعتم الجواب عنه، إذا كان ما من غير عمد تأتي بعده بالركوع بالسجود ولا عليك. أما إذا كنت متعمدا إنها تبطل هذه الركعة وتأتي بركعة كاملة بعد سلام الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يوصي بأن يدفن مع شيخه أو جده الصالح، فما حكم هذا الفعل وهل تنفذ وصيته؟ هو لا يلزم هذا، لا يلزم يدفن مع المسلمين في أي مكان، ولكن إذا كان يقصد أنه ينقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ويدفن في مقابر المسلمين فلا بأس، هذا مقصد طيب. ولا حتى مقابر، حتى بلاد الكفار فيها مقابر للمسلمين، فالأصل أنه يدفن مع المسلمين في أي مكان، ولكن إذا كان هو يرغب هذا ولا فيه مشقة، ما في مشقة بنقله ينقل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يصلي في البيت والمسجد قريب عنده ويسمع النداء لكنه يصلي في البيت؟ تصح صلاته ولكن يأثم بترك الجماعة، تصح مع الإثم ولا يكفي هذا، يجب أنه ينكر عليه وأنه يلزم بصلاة الجماعة، ما يترك يهجر الجماعة ويهجر المسجد ويصلي في بيته، يلزم بهذا، لأن هذا من المنكر الذي يجب إنكاره. النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على الذين يتخلفون عن الصلاة وهم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، أنكر عليهم هذا، مع أنهم يمكن يصلون جماعة في بيوتهم، لكن الرسول ما اكتفى بهذا، لازم يحضرون يصلون مع المسلمين. صلاة الجماعة أمرها عظيم، ما هي سهلة يتساهل بها الإنسان. حتى لو صحت صلاته في بيته فإن عليه إثما عظيما بترك الواجب وهو حضور صلاة الجماعة. نعم. نعم. عندك أسئلة؟ اقرأ إلى أن يبقى 5 دقائق. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: انتشر هذه الأيام رسائل في الجوال كثيرة تشكك حول وقت صلاة الفجر بأنها متقدمة حوالي 17 دقيقة. هؤلاء جماعة من المتعالمين ومن المشوشين على المسلمين، يشككون في العبادات، هؤلاء يشككون في العبادات. صلاة التراويح بدعة، و صلاة قبل الوقت وكذا وكذا، الصيام قبل الوقت، هؤلاء لا يلتفت إليهم. اللي عليه الفتوى في هذه البلاد أن العمل على تقويم أم القرى، وهو الذي اعتمده ولي الأمر وعممه، فلا يلتفت إلى هؤلاء المتلاعبين الذين همهم التشكيك وهمهم تخطئة الناس، ما لهم هم إلا هذا، هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا إلى قولهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، من يقول أنها خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نرد على ذلك؟ الأصل العموم، ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته،
أمر لأمته إلا بدليل على التخصيص. من أين هو الدليل على أن هذا خاص بالرسول؟ من أين جاء هذا الدليل؟ نعم. أثابكم الله. من يقول أن حد السرقة حد فقهي وليس شرعي، كيف نرد عليه؟ هناك فرق بين الفقهي والشرعي. الفقهي هو الشرعي، الفقهي الصحيح هو الشرعي، لكن هؤلاء يريدون أن يعطلوا الحدود ويأتون بهذه الحيل وهذه التحريفات، وهم مخذولون ولله الحمد. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم تفصيل، هل من قال به هذه العبارة يكون من المرجئة العذر بالجهل من ثبت جهله بلا تفريط ولو في الشرك الأكبر؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زال الجهل، زالت الجاهلية بالقرآن والسنة، إلا من كان منقطعا عن العالم ولا يسمع شيء، ما يسمع لا قرآن ولا سنة ولا يسمع شيء ولا سمع ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعذر بالجهل. أما من كان يعيش مع المسلمين وفي بلاد المسلمين ويحضر الصلوات وتلاوة القرآن ويسمع القرآن في الإذاعات والمحافل، هذا كيف يكون جاهلا؟ إلى متى يكون جاهل؟ نعم، ما هو جاهل، يسمع. قامت عليه الحجة والله جل وعلا قال لنبيه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة. إلا إذا كان أعجميا لا يفهم لغة القرآن فلا بد أن يترجم له معناها، أما العربي الذي يفهم اللغة العربية إذا سمع القرآن قامت عليه الحجة. نعم. أحسن الله عليكم. وهم انشغلوا على الحين بهالمسألة العذر بالجهل، حتى تساهل الناس في الأمور، قالوا احنا جهال ولا علينا، هذا ما يجوز هذا. نعم. هذه مسألة العذر بالجهل، هذه من اختصاص العلماء، ما هي من اختصاص المتعالمين والجهال يتداولونها ويلوكونها حتى سهلوا على الناس ما هم عليه من المخالفات ويقولون احنا جهال. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: يذكر بعضهم أن الذين يقررون السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية والنصح لهم بالسر أنهم غلاة الطاعة وأن فعلهم غلو في ولاة الأمر. هذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم، بل اتهام لله جل وعلا. الله قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده غلو في السمع والطاعة، صلى الله العافية. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما موقف طالب العلم إذا وجد في قريته ضريح؟ أن يدعو إلى الله ويبين أن هذا شرك ولا يجوز، يبين ويكرر النصيحة لعل الله أن ينفع بها، ولا يترك الناس يقول ما في فائدة ويسكت، وهو يقدر على البيان، يقدر على البيان والنصيحة ونشر العلم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا آخر السؤال: بعض الأئمة يطيل في التكبير ولا يرفع أو يسجد إلا متأخراً مما يجعل المصلين يسبقونه، فما حكم ذلك؟ الأولى حذف التكبير وعدم مده لئلا يحصل ما ذكره السائل. التكبير يحذف حذف، يعني يختصر لفظه حتى لا يحصل عند المأمومين تباطؤ بسماع صوت الإمام الممدود، هذا هو الأولى. نعم. وإذا حصل شيء غير مقصود من المأمومين، حصل شيء غير مقصود، الله جل وعلا يعفو عنهم. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد.